معلومات وحقائق حصرية عن النجمة الهندية راني مخرجي. ولدت راني مخرجي في يوم 21 من شهر مارس 1978 في مدينة مومباي بولاية مهاراشترا في الهند لعائلة مخرجي التي لها تاريخ طويل في صناعة السينما الهندية. والديها بنغاليين، والدها رام مخرجي عمل كمخرج الأفلام، والدتها كريشنا مخرجي وهي مغنية، وشقيقها الأكبر راجا مخرجي وهو مخرج ومنتج أفلام. خالة هادي بشري ممثلة، وكذلك الكثير من أقاربها. ورغم ولادتها من عائلة مندمجة بصناعة السينما إلا أنها لم ترغب في العمل كممثلة، ولكنها غيرت رأيها وشاركت والدها في التمثيل في فيلم في مرحلة المراهقة، وقبلت دور آخر في فيلم الدراما الاجتماعية. وفي عام 1997 بعد إصرار من والدتها تلقت تعليمها الثانوي في مدرسة ثانوية، ثم تابعت دراستها الجامعية وتخرجت منها بعد أن حصلت على درجة في العلوم الإنسانية. كما تعلمت الرقص في سن مبكر، وتشارك عائلتها سنويا في الاحتفال بالمهرجانات. هي ممثلة هندية بدأت مسيرتها الفنية في عام 1997، وتعتبر واحدة من أبرز نجمات الصف الأول في بوليود، وهي حاصلة على 15 جوائز من أصل 16 ترشيحا. وتميزت أدوارها بالخروج عن الصورة التقليدية للمرأة السائدة في السينما الهندية. بدأت مسيرتها الفنية في التمثيل منذ أن شاركت في فيلم عام 1997، وصفها النقاد بأن قامتها قصيرة وجسمها ممتلئ وصوتها مبحوح، وبسبب ذلك لن يتعاون أحد معها في الأعمال السينمائية القادمة. ثم شاركت بدوام كامل بدور تينا في الفيلم الرومانسي كيشكيت هوتا هاي عام 1998 للمخرج كارن جوهر، من بطولة ابنة عمها كاجول مع شاروخان، وحققت نجاحا كبيرا وحصلت على جائزة أفضل ممثلة عن دورها في الفيلم. ومنذ ذلك الحين توالت نجاحاتها في عدة أفلام، حققت مبيعات كبيرة في شبك التذاكر. وفي عام 2004 أصبحت واحدة من الممثلات الرائدات في بوليود بعد مشاركتها في بطولة فيلم الكوميديا الرومانسية مع سيف علي خان أبيتيك باتشان وآخرون. وفي عام 2005 و 2006 شاركت مع أشهر نجوم بوليود منهم شاروخان، أميتاب باتشان، بريتي زينتا، أبيتيك باتشان. وقد حققت المزيد من النجاح بعد أن شاركت بدور فتاة صماء وعمياء في بطولة فيلم بلاك مع أميتاب باتشان. وفي عام 2007 بدأت شعبيتها تنخفض بعد أن شاركت في عدد من الأفلام التجارية الغير الناجحة والتي لم ترضي النقاد، وأرجع النقاد ذلك إلى سوء اختيارها للأعمال، ورتبت التمثيل مع نفس الممثلين. هذا وفضلا عن التمثيل في السينما، تهتم مخرجي بالأنشطة المتعلقة بالقضايا الإنسانية وتحديدا قضايا النساء والأطفال. كما شاركت أيضا في عدد من العروض المسرحية والحفلات الموسيقية، وشاركت كعضو لجنة التحكيم في برنامج مسابقة الرقص في عام 2009. أما عن حياتها الشخصية والعاطفية، فقد ارتبطت راني في علاقة عاطفية مع الممثل أبيتيك باتشان، ولكنها انفصلت عنه لاحقا، ثم تزوجت من المخرج أديتيا شوبر.